ارتفع إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 5087 شهيدا جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع. وأوضحت السلطات الصحية في غزة أن من بين الشهداء 2055 طفلا و 1119 امرأة و 217 مسنا، إضافة لإصابة 15273 آخرين. وأشارت السلطات الصحية إلى استشهاد 436 فلسطينيا، بينهم 182 طفلا في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة. شباب، شباب، اتبعنا على الكفاش.